يعتبر من الأحياء الهادئة. حياة إلى حياة رعب. جرد طلوعهم احرقوا. حي الإخوة، هذا كان يعتبر من الأحياء المميزة داخل تحس، وكان يعتبر من الأحياء الهادئة والمتفاعلة. كان فيه المدرستين والفنادق شغالة، والأمور كانت على أكمل ما يكون، مليء بالحياة مزدهر. كان الناس يتنقلوا براحتهم. هو قلب المدينة، فهو يطلع على أحياء الضبوعة وشارع التحرير الأسفل وشارع جمال والمغتربين ومعظم شوارع المدينة الحساسة التي يتواجد فيها معظم سكان المدينة، تقع تبة الإخوة أعلاها. تمركزت ميليشيات الحوثي وعفاش في بداية المواجهة، تمركزت في تباب ومناطق مطلة على هذه التبة، وأمطرت بكثافة بالهوزر وبالقذائف مختلف أنواعها. ميليشيا على الحصول عليها. من سيطر على المكان سيطر على المدينة يعتبر. الآن بعد الحوثي وبعد هجماته بدأ غلقت مدرسة. الفندق كما ترون مهدم حالة حالة، يعني تقريبا في يوم واحدة 40 قذيفة فوق الفندق. غيروا هذه الحياة إلى حياة رعب وفرار لكثير من السكان، أو نزوح لكثير من السكان بسبب الضرب القاسي والعنيف على حي الغرفة التجارية وحي الإخوة كذلك. كان تواجد الميليشيات عند مدرسة الشعب والبريد وبعد ذلك المالية والضرائب مقر المؤتمر، مناطق هذه مطلة على تبة الإخوة وقريبة منها جدا. في كثير من السكان نزحوا، وهم الذين كانوا في القرب من المواقع ومن خط التماس، هؤلاء هم الذين نزحوا. كون الناس يعيشون في هذه المنطقة وهم محاصرين في هذه المنطقة من قبل هذه الميليشيات. تبت الإخوة موقع بسيط وصغير، إلا أنه
أهميته ودلالته في التأثير على المدينة كبير. فصعوبة التحرك فيه هذه واحدة، يعني نحن محاصرين من كل الجهات، نحن من جولة الإخوة مباشرة العدو يترصدنا عند الغرفة التجارية، مقر المؤتمر الشعبي العام، البريد، مدرسة الشعب، كل هذه الأحياء المجاورة لهذه التبة البسيطة كلها تتبع الميليشيات الإنقلابية. كان قصف على فندق مأرب وعلى التربة، والمناطق هذه كانت في بعض الأحيان الميليشيات يعني تشعلها نار. الشباب للدفاع عن هذه المدينة، عن أرضها، عن عرضها، عن دينها. خرج المهندس والطبيب والأستاذ، ولأول مرة يتم استخدام السلاح. كنا لا نملك إلا السلاح الشخصي وهو عبارة عن الكلاشينكوف، وكان العدو الذي كان يقابلنا بأمتار يملك المدرعات والدبابات والقناصة والأسلحة الحديثة. له فضل الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا يسيطروا، لأن الإخوة في المقاومة مباشرة في 2015 عند بدء الأحداث صعد الإخوة هنا واستطاعوا أن يؤمنوا المنطقة، باستثناء يوم صعدوا في وقت حقيقة في وقت غفلة، وقت الظهيرة، من الساعة الثانية ظهرا إلى المغرب طلعت الدبابة حق الحوثي والمتحوثين وبدأوا ضربوا المسجد. الدبابة وثنتين مدرعات والقناصة، وبدأوا في الانتشار. فحقيقة لم نتمكن من الجلوس أو النقاش لعمل خطة بالتحرير أو كذا، وإنما كان حركة عفوية لكنها كانت سريعة، وحقيقة تداعى جميع الشباب المقاتلين بالرغم أنها في البداية وكان العدد محدود، لكنهم تداعوا بنفس الوقت، والحمد لله تم التحرير بنفس اليوم. لم يتمكن العدو من البقاء أو التمرس. لم يستطيعوا أبداً الحوثي يطلعوا إليهم أو يسيطروا عليهم. حاصرناهم من عدة جهات، من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية بل ومن الجهة الجنوبية، والحمد لله بالعالمين. وكانت عملية سارعة برغم السلاح خفيف الموجود معنا، لكن كان سريع وحقيقة لم نمكنه من البقاء. وما هذا دمار هذه الدبابة إلا قصة تحكي خروج وهروب الميليشيات من هذه التبة.
وجود الحوثي وضرب الحوثي كنت متواجدا هناك، وكنا من الذين يدعمون الإخوة في بداية في المقاومة. احنا لم ننزح من بيدنا، نزحوا يعني عن الناس اللي هم واجهين، لأنه كان الضرب يضربوا لهم عمد يضربوا حتى يخرجوهم. الناس نزحوا الذين هم كانوا مواجهين، والناس اللي بقوا يعني صامدين كصمود أهل تعز وكصمود المقاومين جبال فوق الجبال. ثمار التحرير انه اكثر افراد المقاومه، ارتفعت معنويات الناس، لاحظتوا من خلال اتصالات الناس، واليوم الثاني الموائد اللي تطلع الى الفندق الاخوه يعني مستبشرين وفرحين. حرم الميليشيات من التوسع باتجاه الشمال، وايضا مكن المقاومه ايضا من الامتداد حتى الشماسي وحتى الاشباط والمناطق هذه والسيطره عليها. كذلك التقدم نحو الماليه والمؤتمر الشعبي العام والبريد، هذا المربع الخطير الذي كانت تسيطر عليه قوى الميليشيات. ايضا وفر للمقاومه بعد كبير من حيث تأمين شارع جمال والمركزي، منطقة المركزي، منطقة شارع جمال، منطقة التحرير الأسفل، هذه المناطق كانت مؤمنة وكانت حركة المقاومة فيها حركة طبيعية ومرنة. والتقدم بقوة وهجوم كاسح، وصلنا إلى المحافظة وإلى التشريفات والقصر. مجرد طلوعهم أحرقوا.